السؤال الثالث يا شيخ، الدعاء على شخص اللهم احجبه عن التوبة يجوز؟ نعم. الدعاء على شخص كافر بقول اللهم احجبه عن التوبة هل يجوز؟ والله ما أدري، ترك هذا أحسن. ولا قد يجوز، لأن الرسول دعا قوما واللعن معناه طبعا عن الرحمة والتوبة. ما يكون هذا متألي يا شيخ؟ أقول لعن عن الرسول الناس، الناس من كفر كثير معناه طرده من الرحمة والخير. الخير إذا ترك أولى. لكن كونه يصرح أن الله يحجبه عن التوبة تركه أولى. إيه الله يجزاك خير يا شيخ. اللهم اهدي ذوي سواتي بهم. إيه جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. كان إلقاء هذه الأسئلة الخمسة على فضيلة الشيخ علي زين باز ظهر يوم الجمعة غرة شهر جمادة الأولى عام 1417 هجرية، والشيخ قدتها البارحة ولمس أتى من سفره من مدينة الطائف لبداية الموسم الدراسي.